خلينا سوا سوا بلش أسعد على الهوى أسعد جاي وعند حكاية على الهوى أسعد جاي وعند حكاية وحكاية أسعد يومية للإذاعة اللبنانية ورح نسمع سوا أسعد على الهوى رح نسمع سوا أسعد على الهوى ورح نسمع سوا سوا أسعد على الهوى عنا جار دي دم دي دم دم ليل نهار ببم بي بابا بم شرع غليونه غليونه إيه وأنا عندي جار ما بيحكي إلا بالأمثال وبيضل يقول المثل ما قال شي وكذب يا عمي روسه مليان أمثال وعنده مثل عن كل موضوع ودايما المثل عنده حاضر ناضر اذا اختلفوا ومرته بيقول يا وال مين عيلته مرته وبدل ما يخبرك شو سبب الخلاف بيعطيك مثل تينا حتى تعرف السبب بيقول غيرة المرأة مفتاح طلاقه وهاك منعرف انه جارنا منرفز من مرته لان غيرون على ولما بيكون صاحبنا مفلس وما معه يشتري مونة للبيت بيصير يتهم مرته بالتبذير والمصروف الكبير وبيقول مثل مختصر مفيد بات المونة لا تسلمه لمجنوني والأحلى من هاك انه مرته بترد عليه بالأمثال الشعبية ومبارح فتحت مبارحة فتحت الشباك وصارت تقول لجورتي المرأة اللي زوجة معه بتدير القمر بإصبعي وعكتر ما جارنا ومرته بيحكوا بالأمثال وبيتشارعوا بالأمثال وبيتصالحوا بالأمثال صاروا متلبان الناس ويصوروا يسموهن بات بو متل صحيح امبارح سألت لك جارنا بو متل صحيح انه مرتك ام متل يخليكن ابنكن متل بتغار عليك اللي بتغار كتير قلت له ما مع حق تغار يا جار لأنك زلمة موزون اللي الكلام بسرك ما في رجال إلا وبتزق عينه لبرا ورجع قال لي عن مرته كمان مثل شو بتقول عنه قال يم أمنا للرجال يم أمنا للمي بالغربال ويا ما في امثال جارنا ابو الامثال نازل بالحكي عمرته وعم بيقول خوض الاصيلي ولو على الخصيري اسمعوا هالخبرية اسمعوا قلت له يا جار بفهم من كلامك انك ندمان وعم تاكل اصابيعك نديمة لانك اتزوجت مرة غنية قال لي لا مش ندمان لانه المثل بيقول يا اخد القرد على حلو بيروح المال وبيدل القرد على حلو قلت له لك حيرتني يا جار ومش عم افهم عليك انت ضد الشيء وعكسه ضد الزواج من المرأة الفقيرة وضد الزواج من المرأة الغنية وكل ما بسألك عن شيء بتعطيني المثل وعكسه حيرتني نرفزتني اتنوشت ما شو هيدا يا جار علي المثل ما قال شيء وكذب قلت له في امثال بتكذب حوله بحوله امبارح قلت لي الجنة بلا ناس ما بتنديس وأولت امبارح قلت لي ما حق جلدك من ظفرك وقبله قلت لي ما حدا لحدا يعني مثل ضد مثل حجة تحكي لي بالأمثال طوشنا من كلمة قال وقيل شو هيدا يو احفظ هالمثل ولا تنسى هالمثل شغل عقلك جار شبك وتعلم من تجربتك لأنه الإنسان ما بيتعلم إلا من كيسه قال لي شو قلت قلت له الإنسان ما بتعلم إلا من كيسه قال لي ها هذا حلو الإنسان ما بتعلم إلا من كيسه هيدا مثل مثل عظيم شفت يا جار شفت قال لي شفت إنه ما في حل إلا بالأمثال يا للمثل كلمة يا
يمين يسمعها يا للمدى الكلمة، يمين يسمعها النار ما تحرق يا عيني إلا في موقعها، النار ما تحرق يا عيني إلا في موقعها. صحيح إنه الأمثال بتفيد بس مش حلوة كتير، كل ما حكينا نضرب مثل كل ما حكينا نضرب مثل، لأنه كل شيء بوقته حلو والإنسان ما بينذكر بكثرة أمثاله، الإنسان بينذكر بأعماله، واللي بيزرع قليل بيحصد قليل. وبدل ما نكرر الأمثال الأفضل نشتغل ونصير مثل بين الناس، والمثل بيقول أصلك فصلك. اسمعوا هالخبرية، في ناس عملوا لنا قيمة أنا وجورة أبو متال وعزمونا، نحن لبينا العزيمة ورحنا أنا وأبو متل على العزيمة، وعينك تشوف هونيك ودينك تسمع، متل طلع متل نزل. إذا شاف واحد عم يأكل كتير بيقوله لك كل كل الأكل عقد المحبة، وبيقلي لقلي بالسر الأكل مش إليك، بطنك مش إليك. وإذا لاحظ شي واحد مكبر لقمته وبيقله اللي بيكبر لقمته وبيغص فيه، ولما انتبهت على انه عم ياكل وحده ومن دون ما يقرب لي ولا صحن، قلت له يا جار المثل بيقول عند البطون ضاعت العقول، قال لي بالسر وفي مثل بيقول ما دام سميت علاك كل وبحلق عيناك. رديت عليه وقلت له اللي بياكل من زويدة غيره صعب يشبع، ولما قلت له هاك استحى وقال لي طعم التم تستحي العان. بتعرف هذا اللي عزمني طلب مني خدمة والعزيمة مش عبليش، قلت له كل وشكر اسمع وطنش. نسمع أسعد على الهوى، بكرة من البقي سوا نسمع أسعد على الهوى، أسعد جاي وعنده حكاية، أسعد جاي وعنده حكاية وحكاية أسعد يومية بالإذاعة اللبنانية، أسعد على الهوى. أسعد على الهوى قدمه لكم عبد الله حمصي، كتبه للإذاعة جورج يمين، تنفيذ عبد الله شمس الدين، إخراج سمير أبو سعيد. أسعد على الهوى، أسعد على الهوى، أسعد على الهوى.